بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. ثم أصلي وأسلم على النبي المطهر وصاحب الوجه المنور، النبي المهدى والنعمة المسدى، محمد بن عبد الله، الذي أرسله ربه ليفتح به عينا عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفاء، وعلى آله وصحابته الأخيار ومن دعا بدعوته ومن نسب سنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبعثه مكرر لفا الاسنين لرسول بكاته صلاتك لغاينا لك ما تنكا يستغيث المدلاء فالإسلام يدي يا بيابا تنكيني يا إسيا يابا أرضي رب سبحانه وتعالى بمعيني فالربيع من السول أخيرات ومنكينك اللي تبعيني تبايبنا في بيه تبايب خدتنا تو عدي اللي لدينا لما يدكا صدوك بحراء طوها يدكا من سورة الإسراء. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إلا الذين نتمائك صفيت مكري رب سبحانه وتعالى أعطيه أبقى القرآن كان كبرك من اللي في السيئين إن أقول الدرسلي سمرك عند السهانما وقضى ربك ألا تعبد إلى حد ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كما يا رب سبحانه وتعالى كما يا بكر كما اللحمها يتنور سما كل ذلك كما كنت سيري قطع عينيه كان سيئه عند ربك مكروها. حتى تدريه ان تتلفيه تلقوا مالك الميال للقريبين لن اللي ورسنين لك اخواس عينيه حكولك تترانا إنكم عليه ورسلم أبي وأنا يلي قد الكتاب وأنا كتبوا مالك المسلم من الجماعة أبر الدنا يعني كل ما لك تاني أن آية إني تمكر يأمرك فيه الربي إيما ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. رب سبحانه وتعالى ذلك أرته تفريع أرته ويكار نقوم بقعني أبنى ذلك مما أوحى إليك أقول بسنه نميه لني لعلاك محمد قرآن يكون نكريه نميه أرته من الحكمة دائما يلك أمة من كي حكمة حكمة سنة مدينة موتا بل إن عرم كيما الحين بارو جنيه سلطة فرقنا إذا كان جنيه سلطة فرقنا أبها حكمة الله اللي فشلت لنا الكعبة يا سبحانه وتعالى قلوا بسنه لنا من حكمته ولا تجعل ما يسر مع الله يلا النها إلى أن آخر تهوك أحتمت لما يلا النها لما يهدفت قلت ما يسر فتلقى عن بسنته يا ربا إرقاء ينمتور عنه فتلقى في جهنم جهنم العن بسنه مكتور لأن رب سبحانه وتعالى ومن جنة بقية جهنم مكتورة مخلصين جهنم ما إذا كرا حتى ليه كني واسير كت ليه عن بوكو هيك كت كنت ككي ليه حتى هنا لفه النمياء درك عن بوكو تيه ليه كني تقالا أو ليه درك عن بوكو تيه تقالا تبلكم مع المرا قديدين وقدا لبرا يا بنا تنتيح من بدوه هي السنة يرشين تقالا درك عن بوكو تيه كي ليه كني واي تقالا هنا ليه تقوع هيك كت كت ليه كني واي تقالا تو قحت ما جهنم دي قال لا لا يوم بدلنا يلي اي يطرحنا قعد سر عن قبه عن قبه يبقى كده مثلا ابدا لانه هبت يديه هي خذوه فبروه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرها 70 ذراعا فصلوه خذوه فبروه يلا يلي وتو يثبته فيؤخذ بالنواصي والاقدام قولوا كباكين ابعيد كباكين دم فتحها بوس جهنم سلسلة أروح يد مع ذلك ينقيني كروت يلي إما قلع كل مكان عمو قاتل
أرحلي في جهنم جهنم الدلاء مروما إس دريبا ينوى فيكتو يلا دريبتو بس نفسي دريبتو أمتك دريبتو ما بنا يتو كما ترين سبا ينوى تكيش تدوما لعنو تك أو مدعورا يا رب سبحانه وتعالى مطرودا عن رحمة الله سبحانه وتعالى يلي رحمتك يدريه أنه يلي سي رحمتك ترك اللي هي كتو هاي رحمتك تقول دعم تبين وكل تبعين جهنم يلي رحمة ملك الدحيل يا مرك ترتفع جهنم عادنا الله من ما يعني من جهنم وعذابها وسمومها جهنم فكي أنا مرك احتمت يتوب وجوه سبته رب سبحانه وتعالى رب تعالي جهنم رحمة الدنيا يعني رحمة تبين لما كان موقف كنا يلي أنه ما هاي يلي رحمة تقوم برا ملك الدحيل تنمو كل تبعين توي سبت سبتيه دبت توي ملوما سنفس درينتي أو يلا درينتي أمة درينتي تو دبت هذا دبت تام خدوما هي اللي رحمتك الدير غير أي دير تو خدوما للي تام تا يعني لكن نحاول إسنا ندعم كلفورد توي تام يا رب بريري كوي ندعماي ندعماي رحمة أبدا لكن وعد ندعماي حيث لا تنفع النظر أبدا وعد يا حسرة يا كل تبر على ما فرط في ما كنا في أصحاب السعير التمقدون لله ما دين أجهن من المتكين أجهن من المقوم من يويو وما يبطل كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم أوكي لما اعترافك لما أبا من حكا يا ليت لو كان يعترف لخالقه بوحدانيته ويعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة صحيحة إذن توها بتشوف عملك اللي الله اللي فردت لنا اللي عبده اللي هم رهدين الشوف عملا والله العظيم قرنوا ما كملنا لكن أكل إحبها يعني اعترفتنا هو تر الاعتقلنا فاعترفوا بذنبه أنا عدي ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من السبيل فاعترفنا عدي أسا أقول أنه كلك إن من كين وليك فصلوها يلي أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون فصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواب عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون وحرى يصبر ثم يحتفظ ثم يحتفظ اسلوها يلي وحرى كلا كرسل كلا إذا نيتوا بكيو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام توحرى توحرى ابدحي بعدي يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام ابدحي بعدي سبحان الله جهنم من جهنم سورة الرحمن لا جهنم من يكي أرضه بينها وبين حميم آن ارتقر فوقر مدلق فوقر يلي وقساقا أكيد جزاء وفاقا إنهم قالوا لا يرجون حسابا أعاذنا الله يلي يحتنون دعتك لمهن كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نجدت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا وجعلنا تبعوا تمهن خد قربا ربتمهن ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت لا يموت فيها ولا يحيا أفأصفاكم ربكم يلي توحيد يا رب قرآن والله العظيم ما تمر على صفحة من القرآن إلا وجدت أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن الشرك أو يأمر بتوحيده وطاعته متى ترطى قرآنك إنك صفحة متى ترطى حتى إلا يلي قلنا من سي توحيد القمر صفحة شرك القوة سكسو أجد يكيه القرآن من ألفها إلى يا لا إله إلا الله أفأصفاكم ربكم سوف يصير ربي هل اختار ربكم بالبنين أفأصفاكم ربكم أي اختار لكم البنين واختار لنفسه المرادية ما يتأكيد ما يتأكيد لأنه ما عاتبه تككي وما مرات وقت تككي ويسمون الملائكة تسمية الأنثى تسمية الأنثى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يلي سدوك سي عبادها قلقت الملائكة من نور الله يلي نور إن انت ملائكات
ما حسبتها لأجل عبادته ليوحدوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا كيدها وما من شيء في السماء من على أسفلها إلى أعلى يلا تعبدها يلا عبادة جنيها لو عبدين جنيها ملائكة يدوك إن عبادة جنيها ملائكة ويسمونها تسمية الأنثى مع أن الملائكة بنات الله المشرك يعني قريش مشرك العرب الملائكة بنات الله يهود تبعتكي قالوا عزير ابن الله عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نموت ويندل روحي أولياء وسيطة نك وسيطة نك وسيطة ننوي أولينا يهود عزير تعبدي نصارى عيسى تعبدي مشرك العربي ملائكة تعبدي ومع ذلك سيسير ملائكة تويل لها يلي أفأسفاكم ربكم بالبنين سيني لم دائل دوري سيني لم دائل دوري نا يلي واتخذ من الملائكة إناثا ملائكة سيدا نخيه ودري سيدور كي أتجعلون لله ما تكرهون يلي تعرف معاي به إذا بشر أحدكم بالأنثى ذل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به حتى أنكب أيأخذه على عون لم يمسه في التراب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر الفاروق لأنه وقع إيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي من صحت بدايته صحت نهايته عن بكى تبعيت الإسلام هلا في نادى الدين تبلو عدي دين دين يا أبيه وعد دين الليل إن نكع إن نوك اللي حبو مطعم أبدا مطعم عن بكى تبعيت لي مكي اللي حبو مطعم ميرفو حلو من معاني كهتم حمتي إن وإذا لك بيل سنين ويقع سلطان إما يا تو أمعك تنمتو مثل تكنيكي ما عم بالي بس راح كنت عم عمل ما إذا كفتك ليه هو الكفتر راح عملي فو حلو يا ويومكي كتاتم يعني إذا توي سبتي رب سبحانه وتعالى حتى عمر الفاروق وإسلامتين قمد الإسلام إنك تنه قحته تنيا حينما قرأت أخته عليه يعني عليه القرآن أرحي سورة طه قال تكريت وعدي نمت وكل اللي ظرفت عيناها مع ذلك وكل اللي لكن معلن إن إسلام إنا حتى دار الأرقم قد يمت محمد النهي النهي كان إكنا هذا ركاك تبين لنك النهي كان محمد أم يعد كاكاير باكيكا عبه بيتي يكلم توعدي يا أيها نسمع تحيا من كنت محمد حكم لا إله إلا الله كم عبر وقل صلاة نمنا كم مدودة مصر إنا يوكي إنا يجعل أكل كابتان المحاي عبادة تمكل كهات من كم دمنا كم عبد من البيت توعدي يا كم عمر الفاروق دفن بنته في الجاهلية وهي حية حتى يسيبوا قسي سحابا كيبوا قسي سحابا محاي كاكيين حكا بوغي السم محاي والله جاهلية لك دمسا قباهي عن علة كسيطة ويوغيس محاي أنو سايبر لكسوغيه كانت تحرسها أمها عني حتى قد سننا كما يحرس صاحب الغنم يعني عن الذئبية بابا ودرد حرسا يبنو من ألا كايا ودرد حرسا ما يبدا حرسا بشكتين لأنه عربي له ما عاد الوسط سيدا عار عليه أو منا كنا خشية إملاك لا تقتلوا أولادكم خشية إملاك نحن نرزقكم وإياهم وقل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب سبحانه وتعالى لك المحبة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك إذا نيتوا بكيو توه تنمى لميسه يعني خوفا من العار أو خوفا من الفقر تمنمى من سبت على سويه كل سبته رب سبحانه وتعالى نما كوا سيدي لكن عمر الفاروق يتوب كيو أجدك كي أخلاقك كي معيس لا من النار عنده كتب عين من أحد عشرة المبشرين بالجنة يعني سايب ولا اللي حبوه تمتهم كنا هم نجا بالجوز سايب أسا بحلي ديارة تتبيا كان كي تتبي العساء الحين
تتعين عسيل عسيل نمتك كلها تتبع عسيلية بيدت يهية توعد حينما يعرف من الطريق وصلت وسط الطريق فيها وعلي أحفر له حفرة أدخل بها يعني وهي حية ولكن هي أوكي هي مرتورة تهي وهي تسمع يعني تمسح عن خد الترابة فدفنتها وهي حية بس رحمتها للنور بها هي توعد كانت رحمة تدقي نور يعني اليوم أخطر المسلمين اسی کا تیتی دگے ہم بہت اکار رکھتے ہیں ہم بہت اکار رکھتا ہے سائی بڑا حکمتا ہے لبتا ہو بہت اکار رکھتا ہے انو انو بھی ہو بہت اکار رکھتا ہے لا الہ الا اللہ تو ہم اکی یہی تو بکر اتجعلون للہ ما تکربون اس انین عبو تنہ کا رکھتا سائی دائلو یو علم البنات ولکم البنون حتى قرسلنا يلي قرسك يا ابو عدي وله الانثى ادعى بعدي تلك اذا قسمه ديزا ما تعرضوا بكرتواني سنين مع سني نبدا يا دكتور فتختارون الرجال سنين كان يلا فنها حتى قرسلهن او ما ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين سايل مويا تيتك راح تفرق بلا كزينه تحدود سايل مقتربنا يفرح حيتانا مرتين سني وانا دكتور قوي هاي فلا تجعلوا لله ما تكرهوا واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ما تعلموا من قولتي مع هاي حينما تشركون مع الله ومع ذلك حينما أركب فنهاي تختارون له البنات لما من كي تكون تكرد أحتامي يلا تقليت هذا وهو تحت مصيبتاي هاي بيك هاي دولة مبايا كده بس اللي لما تحضر الجنسة يلي ما كان السواحي ما تعلم ما تقول بسم الله ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل الذي يتذكر رب سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن كما قرآن لا فتحي من كل شيء بيّن الحرام عن الحلال إن كي بس وبين حتى يعني شوف الاحكام يعني الاحكام الخمسه والاسلام الخمسه الاسلام الخمسه اولها العقائد والشرائع والشعائر والمعاملات والاخلاق والاحكام الخمسه الواجبات والحرام والمسنون والمكروه والمباح اما من كيف بينها الله سبحانه وتعالى يعني وفصل القتال تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء وقد حديث لا إله إلا الله ولقد صرفنا في هذا القرآن كي نفكر ليتذكروا كي نفكر لكن ليتعلموا قصدين يلدون رجدية مش ليكفروا كفر قرارك دي عنادي قرارك دي كنا يلا فيدون رجدية ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا كلمة مرتبة فيه وما يزيد لهم تكلم إلا نفورا إني دعوت قومي ليلا ونهارا إني دعوت لهم ليلا ونهارا إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزد دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وأصروا إصرارا تحت المطر فقلت استغفروا إصرارا يا نما وما لبقى قول سابقا وما صر من استغفر حديث أبو بكر بارانين داولي اللي رسول عليه الصلاة والسلام ما صر من استغفر دائما لا يسمينا نكلا يدور نمو ما لبقى قول واري ميا لكن إيه توبة مرضى حوماني توبة مرضى حانا بايا اللي هدي قالت حكي ستيه وي توبة باني وي حكي النكاية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارش سبحانه وتعالى يتوبة تقر هنم فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم نرى ذكره انه كلكم
كلي يا تدغري نا منك كلي تدغري دي باين لا والله دغري نون نك ما اغري ما يا اغري كا دوسر رحمه يا اكان مي تم دغري ان فرضك يا عبدي لي عليك فريدتي ولك علي رزقك ان فان خالفتني في فريدتي لن اخالفك في رزقك اكفوك باين لي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادة أكاي سمتناي يلي نعصي يلي نعصي كم حينما يعبد الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن يدور وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سبحان الذي أسرى بعبده بعبده وكيف أصبح عبده حينما عبده كان يريد وعيد أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يلي فلو عد دائما عبادة كاين عسي كاين عسي بلا حاسة تما إذا صلى وقال يعني كاين أعطي من المطبعين تو عدي تو بكوي تو نعسي نعسي يبكي تو يثبته يلي نعوس لك يدحى بس أكوان يدحى عباد المال تعس عبد الدينار والدرهم يلي رسول الله نمتصر أصبحنا عباد المال نمم يعني من أولهم إلى آخرهم من عالمهم وجاهلهم من كبيرهم وصغيرهم إن كدروا اقتصاد فهنا النمو في الحركة يعني حدك خير الدنيا تحبون العالية وتقدرون الآخرة وما يزيدهم إلا نفورا يوكي يا بني كيو يسبح الملك أنا أقول لك إن ميكاني بارسه لكن كان ضد الدنيا ضد القرآن كلما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يزيد لأصحابه قوة وإيمانا وللظالمين لا يزيد إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بالقرآن خسارة سره السمر بس قوتك إيمانك والسماء رسول ورسول يلا ليبني رسول كتاب حتى قيام الساعة القرآن إيمانك والسلية دقر قوتك والسلية دقر عادتك والسماء إياك وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس وهدى ورحمة للمؤمنين أكا يكم لكن للمؤمنين خاصة أكما راجع عمي قل لو كان معه آلهة سبتام راية طويل رب سبحانه وتعالى وسنقهي منها يلا كان منها الطهد قلت انت سبتام لا كما يقولون وسم كين النار ممت اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ابن اقتليني معاي اتكاتك ملوك الدنيا الدنيا موت اتكا سته تبدي انها انت ابدي لك اذا ما كان يعني ما دام ملكي وقلنا اليوم الدين ورحمن الناي اما ابو اقتلين بارو عرش فانا هي وعدي قلتا او من عرشي بارو فانو بدي قلتا ابو اقتلين انت ابدي لك النبر البدري احضر في نفسك أو تفسير أخرى جلسة تفسير تبعت التككية أما يلا تقليها إتاره تنين من كيغلوكو يا يلا تردن تردين أبو الرصاء حتى ذاك حتى يعبدينه يودري يلا مقال ستا أتت يعبديه يا مركا كافر ذاك حتى يعبدين يكا وذاك حتى يسع عبادة يلو الله العظيم عبادة يلو وإن من شيء إلا يصدق الحمد حتى الأصنام تعبد ربها وخالقها لا إله إلا الله لازم ذاك حدك عن ترب من نفرك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يلا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس يلا أعلنوا بسنا ملا يا قرآن بنادى من هو بسرهية والله العظيم عليك يقولك أرتقي لك تلك إقرأ فتوتا قلتني توعدك ديايا علي بس عليك قال سننا علي عليها تعلي يبقى عليهن رب سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنا يوم القيامة وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لا إله إلا الله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تروا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى سبحانه تنزه الله عن كل نقصان وخلل بنا دمت وسيدنا كفر انا ما بنا دمت وكلك ابو النصارى ما بنا دمت بولي اللي كسر بنا دمت عبد تكسر بنا دمت ابا مختوك راح تكسر حتى تفر ربك تمر اعتها ان اذا اراد
شيئا أن يقول له كن إن أمره بين القاف والنون كن فيكون توبة تويسا كاي حالك توبة نكاية حتد فرم بيو عقل نمتمق النساء دلائل تتمفرا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا ما هي ستنا دلائك كيو عم برم برم هي ستنا يا رب سبحانه وتعالى إيه بنادة تعو حاب المصمان وحاحو حمي تويسا بدي سبحانه وتعالى سبحانه ك يعني يستحق الحمد بأهمل ومع ذلك التنزيه سيتنالكيني كن عبدا يشكر الله على نعمه ويسبحه ليلا ونهارا توتوتك تسلم من فردك ولولا كان من المسبحين لنبت في بطنه إلى يوم العصر نوح ولا تكن كصاحب الحوت ككينا إن لوط إن عمه يونس حينما التقمه الحوت كل تكان بعتيه وعلي كل تا وعده سب كسارة جاية كل تينما عدوني علينا بديك كده دين مركب قري ما أفكك هيك هو بلا دماء مركب كسيت تنهم بري بس عادة نم قاعدة تو قاعدة نالي نم كيسي بدأ كتجر طوال حينما يعني وصل إلى قعر البحر إلى بدأ كن كنا عيقة وسواعدين في ظلمات صلاة تكل أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن سبحانك لأنه معاك تبوتك كيف قبل التوبة الاعتراف الاعتراف نصف التوبة تو يعترف بنادم حينما عصى آدم ربه فغوى بعد ذلك فتاب عليه معاها فتلقى آدم من ربه كلمات أي كلمات هذه سبحانك أيها كيف سمتها لما أيها عدي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين هذا هو الاعتراف اعترافك كي لما عرك توبة تخدم بحتم فرد انت تو يسميني تعترفين يسميني يعترفين بعد هاي محكمة من هذا انت تب من هذا انت في نيطة فيها كده اعتراف جيدمي معسو عقار جيدمي أتو اعتراف نهارك يلا بتم الكوة تطره نهارك قل عبدا يعترف بخطيئته توي ثبته يلي رسول عليه الصلاة والسلام ما عرف سبيل إني عبد وبرنا عبدك وبرنا أمتك رسول إنا أقول سكبة كبار سيد الاستغفار كي يستغفر الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أرجع بعد أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي توكا نهرك يعترفين اعتراف قيت من فردين أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اعتراف قيت من كاتك كي أنكل تنين اعتراف نهرك تويسون من كاتك فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يودا قبل التوبة تستغفر وهو تويسون يعني ما فات يعني من المال تويسون من تليمية أم بيتا تطرسه يك اعتراف إنك تقري سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا رب سبحانه وتعالى علوا ذاتي يعني سبحانه وتعالى والجاه أما يمكنك وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو رب العرش العظيم قلنا بأنك قلوا كيمي توبك ويتاو كدين لنكيمي كدين لنكيمي كريمي توعدي لي سبحانه وتعالى كن من المعالي كالشجر قرسل لنا قرسل حبيب ما عشت حركك يا رمودوه من هذا التابل اللي في ذلك البسر حرك محاها الدهي ويرمون بها الحجار لماذا؟ ليأكلوا منها تمر تديت يا أبوين حرك بس حركات يا أبوين مع ذلك اسمع كيف عدة وعدي كان يبقى عيد بالله عليه دا اللي عيدين حرم عيد دا لا إله إلا الله الخالق الحليم القدس سبحانه وتعالى توا يا حرائي دا بيتي عم بوهد ديهان حرا أحرا ودير دا يلو في الانتهي تبكى مع ذلك وهم يرون ما من السفلي وهي تراهم من العلوي اسمه حرا دا يلو غا دا يلو كمين فران حرا سباق وقتا مدري مع ذلك إيش لوك يا أحنا بنادم تامر مدوكلي توا كيف حال خالقك
أني نقول حتى هاي كربك يا سيد يعني السيد جميع كونك كدحها من دبت لربك يعصي للعباد يعصونا دائما ليلا ونهارا مع ذلك كالشجرة يرزقهم يا عبدي تعيش فوق أرضي وتحت سمائي وفي هوائي وتأكل رزقي وكيف تعصيني أننا تكيني سبحان الله الحليم الوفاء تسبح له السماوات السبع وقال فريبري إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد قدلي والله يلي أرض لنا تمنكي تكفروا يلي يريد أكتك مكان بس معاك من عمل صالحا فلنفسه ومن أصاب عليها وما ربك بظلام طي سبته توي من حين عرم سيه كيف إلى سبحانه من حين عرم من حين عرم كيف إلى التن ملحنا بارو هدلا ظاهري تنبول لميع اللتين يعني قربو هدل تنيني يعني ريبو سنركل تنين بورا تنيني فيها ملتنين وفي مائها وفي يعني جبالها وفي مقمها حتى قيرنتك اني رب رفاه يا ربو يلي فايلة دائما قيرنتي الله فايلة سوى عدلي رب تنسي يا إله إلا الله سواء ما الحين عن كم الحين بار حينما أمرها أن جن ما الحين عن كم الحين بار وعدي وأعطى لها أوامر بعلى أن هم ريح بار هم ريح أقوائي وللأرض اتيا طوعا أو كره لي وعدي أثينا نمك قائعين قائعين ما هاي يمين دير كيف فرع على بيتا على نبارو كهير جمحو بارو على أن كهير جمينه رميتا يقول أكنك إلا ربتتو يتعمل بارو لي أقعكو مننا لي تقعين كادو أنا تقوها سوقك مننا لكن إيه ومن آياته أنك ترى الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقرا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وهبا متاعا لكم ولأنعامكم يرسلنا التاريخ ضد الدكاية طبعا ليه اللي سلمتين تركي ليه ده هو من اللي دروف كله يتبارو هو ليه كفة وعدي قال لا يتو يبعد أي حسوبي مع السبتة بارو أليه بلو السب دي يلي أمرا بترمي تي يلبت عن ريني يقوتا يقولين نبو دار من يرطو أبو ليني هو بسيح حي لا يحنجيني حي فسادا نفكني بارو بعمو يتنه يكسبو كي حيني مقالا من نعمة كيلة فكي حيني تواي يلا إلا شكرا نرك الكفر تسبح له السماوات السبع بس ملحنا على من كيلو كيف هي والأرض ملحنا بارو كادتون ومن فيهن ملحنا على كيف ملحنا بارو نبضحي وإن من شيء إلا يسبح بحمده فريمي كلمة إلا يلا فايل السيدك شوي والحوت في البحر يسبح حتى قرسم إن يلي رسول عليه الصلاة والسلام فلن تطلقها الضفدع لا تقتل الضفدع دفادع معها فإن رقيقها تسبيحها ما قيس بتاعت الدنبروسي يا ترى يقول ليه برنا ليه هدل بتاعت ليه عنت ليه هدل بروبروك اللي يلي فاينا ربي وجودك يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ربي وجودك أكاها وجودك دنبران يلي فاينا ما هاي سجوا يقايرنتو هواب بقول جنة هواب بقول باهي يقايرنتوكو وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا القادم الوحيد دبوك أمره بس وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ورمم هاي جاي غيرانتو توعد كاه يا ربي دي كيف هاي لحظه يعني سجل يا غيرانتو يخلق ايها وقبر سولي سربي أغيرانتو ورمم هي ليك أكنال سربي فايلة توعد يا مو لا إله إلا الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنزلتم شجرتها أنشاء
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون لو نشاء إنا جعلناها حية متاع آية ومتاع للمؤمنين لا إله إلا الله أجرك النوى أجرك النوى قرانيها الحد سيني بختيوم قرسيني هو بالسيو ليت عبين سيني هو بالسيو أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون لو نجح بعدين أتى بليل عمد فيه أبدا فلينظر الإنسان من وخلق خلق من ماء دافك يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر من هذا امتحنا أنتو رجعي كاهل الذي بتنطوم يلي لكن فلينظر الإنسان من وخلق لكن يتوب كنت ولقد عجبت كل العجب معاك دحي وكيف يعسي أو وكيف يشرك العاقل مع خالقه الذي خلقه من نطفة إلا كنا ثم سواه رجلا ضد لهم من أدنتم من الماء بشرا تنتشروني بشرا تنتشروا روح إليه بتنقيه قلت هي كما يزيّر أن بعنته كل قيب لنبع ما قد قرأت كافر الله للناقع السا المحكوة بنبعين من نبع تبعاني ويلقوا عليهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ممن خلقنا تفضيلا على كثير ممن خلقنا تفضيلا رب سبحانه وتعالى تجدك مردك من حين لا تعترف له بوحدانيته أنا عجيب يرتدي ثوب يلي عنده فك باهين ويوم مع ذلك فهو من التراب يا ابن التراب وسترجع إلى التراب أننا لو أنت من النطفة أوله نطفة وآخره جيفة تفر منك أمك جيفة كون أقوم البطالي إليك رحمتها تيسن مالك رحيمة مع ذلك والله لو تفارق الروح عن جسدك تقرب قومي متى يأخذون عن حال هذه الجنازة عني أجل هذا ما وعدك يا نار فما عدك إن شاء الله لكن كنا عرفت من كوكب فردرا كبرا أروى حدا قال الكوكين إكسا كل من كوكب لا إله إلا الله كهك أحنا إنا مروا إكتنا النوم عمرو فيه نروا أحنا النوم سي سكدا إلوه كهك أحنا إنا سي سكا كتيرا نهتكم ملكي يلا إليه جنيه جريبا هي يتبليت هي وإن من شيء إلا يسبح بحمده يلا فايد السياك واتكتمت ولكن تكيب ما لا تفهمون متى إذن تصبيحهم ما تفهمون كنت لأنه معها ليس لغة كل لغتنا حريا لا ترتفع إلى تفهمهم كل لغتنا غير أنت يلا لما فايد تفهم كل لغتنا ليه ليه بدك الدل ليه يلا فايد السا غير أنت قدل ليه يلا فايد السا عرانا قدل عران دبه يلي فايد لي عران سي يلي فايد لي بارو رب عيتني اللي فايلتني بارو سي اللي فايلتا بارو توبك حرا اللي فايلتني كي يلا فايل سوى يتاتو مثلا لكن أنت لا تفهم اللغة أنت كيل سمك مثلا لا إله إلا الله إنه كان حليما غفورا حليما غفورا معاي بحي ولو أخذ الله ما هنا الناس ولو أخذ الله الناس على ظلمهم ما ترك عليها من دابة لكن بحلمه قرسمهم لا رب سبحانه وتعالى ما الحين على الكلمة إحنا بارو قد والله قد دفر قرسمهم لا تبليت تكاد السماوات والأرض يتفطرن ولا إنزالتا قدام فنعتك كبيرية وكبارو بارو كده نعرف متى لما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أبطال السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان بارو كي هو عيا بارو نعرف يلا تقليتها لنتبلي وعدي رحمتك بقير سمينا طبعا بارو كي قد وقتك دي قلين فردين بارو دي قلين كالتاسير تبلي جوليا عرن عن دي لنفر أي نعرف عن دي كالتام يوم يا يوم ولا إنزالتا ما أمسكه ما من أحد نوم سين عبد الرحمن النجا والله يعني أبارو تمليه يقول قد فورتا ملا يتوانا عم سبتا يسي قد فتا تكاد السماوات والأرض يتفطرن مع السبتا هاي من الأم إياني سبتا اتخذ الله ولدا فاتر صور لكن دعتمهن يتوعدي وهم دعتمهن يلا البرخان مايا
يلي سبحانه وتعالى بلد لها ربه النم يا لكن هي والله ما تنعرف ما تنبع وقد يلفها ورحفها لكن يلي سي حليمي يدعتني برا قلتك لنا قهر حنا هدا حيليك مسكوم قرسل لنا ملائكة الليل وملائكة النهار فاهم يقول قرسلنك عندما تنام ما يحفظ هي أقول تعالى حسن ما بالله عليك قد قركابوها اللي هاي تترمي حتى النملة وحتى محكو كرحو يعني الثعبان ويعني أقول لها حشرات الأرض كانت تملأ فمك وأنفك أفكي سنكب بكوكاتك بوضتك لكن يا أخي الله سبحانه وتعالى حافظ الليل وحافظ النهار ملائكة ملائكة بالليل وملائكة النهار والله عسري كسر حسرة ستة تقول دبوب قرسم ده كده حير يلي روما يلي كنا تامك هذه يمريا دبوب كده حير لا إله إلا الله وأنت ضعيف مع ذلك حراسك الملائكة التي خلقت من نور الله يلي تشرب كيف تقالي حلوانين لو كيف يعصي الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن أتو قرآن تكريب وتككي محمد جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون كوكي نما يسوي يا مرياء يوكو يرى من يبك يا من نما يسوي يبقى لا حجابا بالآخرة أخيرا نما يسوي يرى حجابا ستري معي ستري أليف وقردها مستور مستورة يا ربي سبحانه وتعالى مستورة معناها مستورة أي ساترة مرحنة ساترة مرحنة مستورة مع السبتة هاي فهي قائبة عن عيون عن نذر الإنسان من هذا التيار دي بكي اللي تيتا المستورة تكلم هي إياه كوكب أتقر أن تكلم عن كوكب وممري فنان كيف 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 فنان بلس من لا إله إلا الله حجابا مستورة ساتر مرحنة مستورة مع هاي غاب عن عيون الناس عن هذه الساترة هو مستور فلا ساتني مستورك كي هي برادر تنتك سحر لكي ما يقولنا لكن يمنعه ويصدهم ما يبلغ يعني بعين الاعتبار والتفكر ما يبلغ كلما قرأت عليهم القرآن حتى يلي سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا طبعا المسلمين ما فهمنا منه شيء ما تبع المسلمين نهوى لسير وذل المؤمنين إيه اللي كفكية ما يرد الله به إيه خيرا يشرح صدره للإسلام أما ما لكفر ينمكو يضيق صدره حرجا كأنما يصعد إلى السماء على ما رعنا إلى لدى أما يمكن أخيار إنك بيته قبل ترعب إن يعني صناعة صناعات يعني ما محبو فرحو أمسل يا بنتي تبلي من لا إله إلا الله تبلغوا إلى يعني أنسوا في يلي سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الآية برحمته علم الإنسان ما لم يعلم لكن عليك بالشكر وإذا قرأت القرآن أي كلما قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة أوكي وأخيرا ما يصير من فن الحجاب المستور عليه وجعلنا على قلوبهم أكنة صرت حبا كيف غطاء يمنعوا عن سماع الحق يصبح عبدا بما قال بل طعان على قلوبهم ما كانوا يكسبون اليوم رب سبحانه وفي قلوبنا أكد يعني غلف ريب وفي آذاننا وقر نصبح عبدا كنا هي من دي البلين نين أما يتيد عن سنت يتبح تكالكوية من أبقى من أبقى القرآن يتم التقريبا ليلة ونهار تقريبا ومن نيمة ليلة من أبقى وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه أقرأ أي في مين ألف هاي وفي آذانهم وقرا نميت الكادو ألف عن سنكي لكي لأيبك الكلام حقيقة ولا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور يا رب سبحانه وتعالى لأن عيون هي وعدي هواي شوف علماء التبي نية هي وعدي إنما الأعمال بالنية دي. لك أن توعد معينا الهمة قرينة للنية همة ما تتك بنا دمتبر همة اللي ويكاتك نيام ما يكتا تملك مرعا آمي أي أبيه نابين الكاكس السماء همة يلي بنا دمتبر أيه
دري ملوكا كاين سين كحليه هي امياتك كني ما كلي ارجن او همتا تو يثبته عليهم ما تقرينا تنيه تيتك مرعته لكن كان النهايه ان يدي سهل وعدي لازم يبنيها على الصحيح والا فصل فدنا كاكالو مويتا ها نهرك تاما يسلو عن جرسي من تاما يبن فرهيا يلا يعني يتم فردتا مخلصين له الدين يعني إخلاص جيت نوي كاتك كتير كنا كان ولا تطبق عندنا أبدا توعد بنا دنتي بريه متى يوعدي هم من سيرك أبا يا جبان تماي هل الله على ذر اليد مايل ما في الله عليه الأعمى كيف يأكل ولا تخطئ يده حينما تأخذ اللقمة إلى فمه انت مالي فهي أعمى يمكن هي اللي تأتي المخلوق إنما لكن همتها تتبين يلي أفقنا أفقتهم سوى همتيا هذا يعني ليس ببصيرة النظر لكن بصيرة القلب صوم بنا دلتي برا يحيى اللي يحيى همتها الحواس الخمسة يقدر يعيش بها الإنسان اللسان للذوق والنظر والعين للنظر والأذن للسمع واللسان للذوق واليد لللمس والأنف للشم أقوى يعني فنها يقدر يعيش مهما بنا تبدا قد بابنا كتيا لنا موع ثم أتيا السمع والنظر تمام تحت مدن لأن حياة معيشة ضنكة لكن مهما وقتك يا لو عنده اليدين أو عنده يعني الأمر وعنده اللسان يقدر يعيش مع البحر طبعا لو أعطيت له وهو أعمى وأصم ما يبلا ما يبقى لكن لو أعطيت له الماء أو الشاي شاهي كاحي كده بحلي كاحي تكي ويعرفها حينما يأخذ منك سالي وقت بسا كهاري لك أحسن كني مع هاي نعني شاهي كني يعني دبحن اللي كني يعني أو حينما يلمس الطعام فاتحهم أن هيا وعدي لو أعطيت له التفاح أو يعني البرتقال أو الموز يفرقها باللمس أنت من إلى لحقها يا حيني تولي كنتم فرنكا كافيك ساني يعني بول فرنكا تحين بول كني لبا أتنك إني كنتم كني كتبل كني ساني باللمس يعني أنا هيا لو أعطيت له يعني 10 فرنكا ساني أنا هيا يعني هذا أعطاني 10 لو أعطيت له 20 أنا وقع دفع وعد ساني يعني أنا وقع كرسبوك هذا باتين لأنه كل شيء عندما تعاملها تيتك تحفظيه بنادن كل ما احفظيه هم تيتك تحفظيه كراس بول فريدي تيات دلحوي أنا هيك كنتو قال لما تنفرن قال هي تيت حكي أنا وقتك الصور اللي هي كراس بول لكن والله نمم لو لما تنفرن قال دوبار قال حيك تاك عندك كي يفتح اللي بطلنا هي ما وقت اللي بس تفر ثاني عند اللمس يعني يشعر ثاني يعني تو من كي بنا دم تي برا يلي هم تم بي يلي دم كنا متي مبولينا وهو كلام قوم من فعته يوم بلي ويته يا قاهب كحنا نقول والله وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدك قرآن أفضل يلا دبك السكية دبك يلي إنك تنال اليبتكي وحده دبك ولوا على أدبارهم من نفورا سنن قابلك مالك هو يا كثير من أهل الدعوة توحيد المنقوم قد تابتوا تمام مما حكي يا بان مطرين مبارك توحيد الألوهية تبقى محاي لأن عبود القبور نلو نظر في تمام مالك هاي الأسماء والصفات ما يابن بس محاي الزنادق نلو نظر في تنقل لك أقوه أعترفه مريني كي أسماء والصفات هيا لا أعترفه مريني وتوحيد كل تحبها توحيد الألوهية هي اللي عبادة بكاء تكي قبل كواسة أو لي كواسة رعتي كواسة لا من الضريحات ولا المقامات ولا أي شيء ربوبية الأيام محاها يعترف له حتى الكافر كافر تكني ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض فسيقولون الله قل فأنا تؤفقون وهم اعترفت له جميع العالم كله لكن ألوهية فردين تمام سلفة تفقون ثم حالتك يلي حقيقة يلا طبعا يقول يلي وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يلا دوبك بس السكين إنك ابتنان الكينك ولوا على أدباري من نقول كل المدفع لك والعجل إنك تتريم اللي هو أحي يوشك أربع أحي يقين نمما وهنا رحمي الخالق الواحد الحلم الله
سبحانه وتعالى قل هو الله.